بأدبه وبحبه لعب مع أصدقائه. كانت أمه تنصحه دوما: كن مؤدبا وتخيل أصدقائك لا تأخذ ما ليس لك. فيقول مبتسما: بقاك يا أمي، نصائحك كثيرة سوف أعمل بها. وذات صباح مر لحلومه أصدقائه بمنزل تحيط به حديقة غناء. قال مروان: ما أشهى هذا البرتقال دحدوحا، أنت ماهر في التسلق. وقالت مروى: دحدوحا أنت أشهى الأطفال، اقطف لنا بعض البرتقال. صدق دحدوح كلامهما في البداية وفكر في تسلق السور، لكنه تذكر أمه ونصائحها فتراجع. ولكن كيف يمكنه أن يقنع صاحبيه بالتخلي عن رغبتهما؟ ثم توجه إليهما بالقول: كلا يا صديقي، فالبرتقال لأصحابه، لا يجوز أن نأخذ منك الغير. توقف مروان ومروى ساخرين. خاف دحدوحا غابت شجاعتك. فرد: كلا، ولكن الأخلاق تفرض علي أن لا أخذ ما ليس لي، وأنا مصمم على العمل بهذا المبدأ. وأمام إصرار أصدقائه عرضوا عليه الراغب في البرتقال أن يأخذ الإذن من صاحب البستان. شكرا لك يا سيدي على كرمك، وشكرا لك يا دحدوح على وفائك لأمك.